بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى أن غلو النصارى في المسيح عليه السلام أبعدهم عن الله عز وجل، حتى كفروا بالله وأشركوا معه المسيح على أنه ابنه شريك له في الربوبية والإلهية، بل إنهم غلوا فيه أشد، حتى إنهم لا يذكرون إلا المسيح والعياذ بالله. فهذا نتيجة الغلو في الشخص، وكذلك الغلو في القبور والأضرحة يجر إلى عبادتها من دون الله عز وجل، كذلك الغلو في العبادة بأن يزيد الإنسان عن الحد المشروع. هذا مما حذر منه الله جل وعلا، قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وكذلك على الطرف الثاني المقابل التساهل في العبادة والتساهل في أحكام الله سبحانه وتعالى. فالدين وسط بين الغلو والجفاء، كذلك الغلو في الأحكام، من ذلك أن يحكم على مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة، كما هي مقالة الخوارج. فالغلو في الأحكام أيضا هو نوع من أنواع الغلو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يؤخذ من هذه الآيات البرهان على بطلان غلو النصارى في المسيح، لأنه لا يقدر على دفع الهلاك عن نفسه لو أراد الله أن يهلكه، فهو كسائر البشر. فيؤخذ من هذه الآية أيضا الرد على أهل الباطل، فإن الله رد على النصارى فريتهم هذه، فهذا دليل على أن أهل الباطل لا يتركون ينشرون باطلهم، بل لا بد من فضحه وكشفه وإبطاله. ويؤخذ من هذه الآيات أن جميع من في السماوات والأرض، ومنهم المسيح ابن مريم، ملك لله سبحانه، فالمسيح عبد من عبيده، لا يدفع عن نفسه لو أراد الله أن يهلكه، أدل على أنه عبد كسائر العباد، وأنه رسول من رسل الله وليس ربا ولا إلها. يؤخذ من هذه الآيات أن كون المسيح عليه السلام خلق من أم بلا أب لا يقتضي أنه ابن لله سبحانه، فإن الله يخلق ما يشاء، يخلق من أم وأب، ويخلق من أم بلا أب، ويخلق من أب بلا أم، ويخلق بلا أم ولا أب. فالخلق أو البشر على أربعة أنواع: منهم من خلق من دون أم ولا أب وهو آدم، خلقه الله من تراب، ومنهم من خلق من أب بلا أم كحواء، إنها خلقت من آدم ليس لها أم. ويخلق سبحانه من أم بلا أب كما حصل في المسيح عليه الصلاة والسلام، ويخلق من أم وأب كما هو سائر البشر. يؤخذ من هذه الآيات عموم قدرة الله على كل شيء، فلا يعجزه شيء أراده، وأن الله جل وعلا قادر على إهلاك من شاء إهلاكه، لا
يفلت من الله عز وجل، فلا مناص لليهود والنصارى الذين تمردوا على الله وعصوا رسله، لا مناص لهم من قبضة الله سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. يؤخذ من هذه الآيات بطلان دعوى النصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، وبطلان دعوى اليهود أنهم شعب الله المختار وأنهم أحبابه، فإن الله سبحانه وتعالى يعذبهم بذنوبهم، ولو كانوا أحبابا لله لما عذبهم بذنوبهم، فهذا دليل على بطلان مقالتهم. فالله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ليس لهم خصوصية تخرجهم من طائلة الحساب والعذاب إذا كفروا بالله سبحانه وتعالى. يؤخذ منها عموم ملكية الله لما في السماوات والأرض وما بينهما من الخلق، يتصرف فيهم كيف يشاء، لا أحد يخرج عن قبضة الله وعن شرع الله سبحانه وتعالى، فإن الواجب على الجميع والتكاليف الشرعية على الجميع، لا يخرج عنها أحد مهما كان ويزعم لنفسه، كالذين يزعمون أنهم أولياء الله من الصوفية وأنهم تسقط عنهم التكاليف لأنهم عرفوا الله ووصلوا إلى الله، كلها دعاوى باطلة وأكاذيب ملفقة زينها لهم شياطين الإنس والجن. يؤخذ من هذه الآيات أن مصير جميع الخلق إلى الله، فيجازي كلا بعمله يوم القيامة، جميع الأمم بما فيهم اليهود والنصارى وسائر أهل الملل والوثنيين والملاحدة والدهريين والعلمانيين والشيوعيين وغير ذلك، كلهم مردهم إلى الله وسيجازيهم بأعمالهم، لا يفلتون من حكمه سبحانه وتعالى. وإن زعموا لأنفسهم أنهم أمم راقية وأمم متقدمة ومتحضرة، فإنما هذا متاع الدنيا وهو زائل، أما في الآخرة فلا ينفع إلا العمل الصالح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. يؤخذ منها عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب وغيرهم، لأن الله خاطب اليهود والنصارى بقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. فمن لم يؤمن به من أهل الكتاب فإنه كافر بالله عز وجل وهو من أهل النار، لأنه عصى هذا الرسول الذي بعث إلى الناس كافة، لا أحد يخرج عن طاعته صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذه الآيات أن البشرية بحاجة إلى بعثة الرسل، لا سيما بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء على فترة من الرسل ليس فيها رسول وليس فيها كتاب، بل الناس يتخبطون في ظلمات وجهالات وضلالات، فأخرج الله به من شاء من الظلمات إلى النور، وبقي من لم يؤمن به في الظلمات ليس بخارج منها، نسأل الله العافية والسلامة. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على البشرية جميعا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لمن لم يتبعه، لأن الله جل وعلا
قال قد جاءكم من الله نذير وبشير، وقال أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم من الله بشير ونذير، فلا حجة لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذه الآيات أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.